5 4 3 2 1 انا امي جت صحتني الصبح وانا نايم على سرير بتقول لي ميعاد الماتش وخلي بالك من التحفيز. قلت لها ايه تاني مش الاهلي على الزمالك ده؟ قالت لي امي اطمن على ظهر النقاش الشحات والنقاش الشحات والنقاش الشحات والنقاش الشحات والنقاش الشحات الشحات والنقاش الشحات والنقاش الشحات والنقاش الشحات والنقاش. ابقى فاصة بيه وحياتك يا معلم حكايات. من كتر ما بفكر في اللي حصل لي بس من ساعة الثاني ايفونا في وسط التلاتة ويجيبوا بسي رحت لامي قلت لها تعمل لي بليله في طبق ازاز جعان يما قالت لي مش هعمل لك الا لما تطمن على ظهر النقاش والنقاش الشحات والنقاش الشحات والنقاش الشحات والنقاش الشحات والنقاش الشحات او النقاش حسين حسين شحات وطلع في الهوا هوبا الزبون اتصمر في مكانه الزبون اتصمر في مكانه وادي النقاص اخد غيره ووقف وقف في الهوا بعد ما طار في الهوا شاش قال له تشرب ايه قال له شاي تشرب ايه اشرب 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 شاي اشرب شاي والنقاص طمن على ظهر النقاز الشحات والنقاز